يقول أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات، فماذا يلزمني؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن يريد الحج أو العمرة. فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، وعلى هذا فيلزم أخانا السائل فدية، عن كل عمرة فدية تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء ولا يأكل منهما شيئا. ثم أنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر، لأن بعض الناس يتهاون ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو، فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة، وهذا غلط، لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت. ولهذا لما شفع أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، أي بعيد عن طريقهم، قال انظروا إلى حدوها من طريقكم، وهذا مبدأ المحاذاة. فالواجب على من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به. فإذا قدر أن شخصا أقلع من مطار القصيم يريد العمرة، فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاد ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه. وفيما إذا كان يخشى من أن لا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره، لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئا، لكن تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات هو الذي يضر الإنسان. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ. وكذلك لو جاء عن طريق البر مارا بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها. نعم، بارك الله فيكم.